فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة مراكب النجاة في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر عام 2019. تكليف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم بإطلاق مبادرة بعنوان مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، وتكليفه لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة. عكفت الوزارة على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة، بحيث تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن كافة الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها هذه الظاهرة. وقد أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة. وكانت البداية في نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج مراكب النجاة كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد. وبناء على ذلك تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة لعام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات هي الفيوم والبحيرة والغربية، وتضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الصدد تم عقد مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات، وبلغ عددهم 20,000 فرد. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير للحديث حول مبادرتي مراكب النجاة ونورت بلدك. بيشرفني جدا يكون معايا الأستاذ وائل فراج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أهلا بك أستاذ وائل. أهلا بحضرتك أستاذ وائل. أنت بالنسبة لي لقطة بجد صحيح، يعني أنا ليه هقول لك ليه؟ لأن أنا من ساعة ما اشتغلت في مسألة التوعية الوطنية بالتحديد في الإعلام، كنت يعني موضوع الهجرة الشرعية غير الشرعية ده كان شغلنا جد، ومسألة انه الناس تبيع اللي وراها واللي قدامها عشان تقدم ابنها انه يروح يموت، يعني مسألة للأسف عقليا كده صعبة يعني بالزبط. وبعدين جت فترة زي ما قلت في مقدمة البرنامج وقلت لحضرتك قبل الهوى، التقيت بقى جزء منهم في دول أوروبية وقالوا لي لو كنا دفعنا نص اللي دفعناه عشان نيجي هنا نفضل ماشيين بشنطتنا بقالنا سنة لا لاقين حد يشغلنا ولا لاقين ولا لاقين. بس الحقيقة انه ساعتها ما كنتش عندي اجابة، ما كنتش قادر اقول لهم مصر بترحب بيكم وتلاقي لكم حاجة، لكن دلوقتي نقدر نقول ده بالفم المليان بعد اطلاق والشغل. عايزك تقولي كده، تحب نبتدي بمراكب النجاة ولا نورت بلدك؟ نبدأ بمراكب النجاة. طب مراكب النجاة عملتوا ايه في التسع شهور اللي فاتوا او العشر شهور من ساعة ما بدأت التكليف الرئاسي والمبادرة اللي اطلقها سيادة الرئيس في منتدى شباب العالم؟ في البداية اشكر حضرتك ان اديتني الفرصة ان احنا نتكلم عن مبادرة مراكب النجاة في ظل القناة وال الأداء الرائع اللي بتشهده القناة بفضل حضرتك. العفو العفو. تعالى نتكلم على مبادرة مراكب النجاة. هي مبادرة مراكب النجاة هي نتاج لجهود الوزارة بتعملها في مجال استراتيجيتها في الحد من الهجرة غير الشرعية. بمجرد ما سيد الرئيس أطلق مبادرة مراكب النجاة بدأنا فورا ضمن استراتيجيتنا
ان احنا بنشتغل على ثلاث محاور رئيسيه. لا معلش عايز اسالك حاجه، قبل ما سياده الرئيس يطلق هذه المبادره تمام. ما كانش في تفاهمات؟ انت شغال في الوزاره من زمان تمام. ما كانش في تكليفات انه مثلا فيه. كان في كان في تنسيق؟ هي كانت جهزوا نفسكم هتبتدوا تشتغلوا؟ لا لا، هي مبادره مراكب النجاه انا بعتبرها من وجهه نظري الشخصيه هي نتاج للجهود الملموسه اللي لمستها الدوله، ان احنا بدانا نشتغل ازاي، جهودنا نازلين في الميدان ازاي، فوبالتالي تكليل لهذه الجهود جت من السيد رئيس الجمهوريه. حلوه الفكره، ده تكريم. انا بعتبره ان السيد الرئيس كرمنا ان احنا انتوا اشتغلتوا وبتشتغلوا كويس، طب يلا كملوا وانا معاكم في انا عجبني قوي الفكره دي. ليه بقى؟ لانه ما انا مش هطلع مثلا اطلق دعوات وما عنديش ناس تنفذها بالزبط. في نفس الوقت فكره التكريم دي، لا دي مبادره رئاسيه بقى برعايه الرئيس شخصيا بالزبط. اكيد من ساعتها لغايه النهارده كل شويه تعالوا وروني عملتوا ايه. ده طبعا الرئيس دي طريقته يعني. ده احنا من قبل المبادره يا فندم واحنا لازم تقارير وبيحصل ايه، وتقارير موثقه. طيب ثلاث محاور بتشتغلوا عليها، ايه هي؟ المحور الاولاني هو محور التوعيه. اه بس خلي بال حضرتك ان المحاور دي مرتبطه ببعض. ما احنا هناخد العناوين الاول جميل. نتكلم عن محور محور التوعيه، ده واحد، ده رقم واحد. المحور الثاني محور التعريف بالبدائل الايجابيه الامنه. اه طبعا، عشان اوعي وادي له البديل، عشان بقول لك اوعى تسافر اقول لك طب واعمل ايه، تقول له ماليش دعوه. المحور الثالث اشركه في التنميه. اشركه في التنميه بالظبط، ده غير فكره ان انا اقول غير البدائل الايجابيه. ما هو بص هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا هديها لك بمثال بسيط قوي، وده المثال اللي هو تقدر تقول النموذج اللي احنا ماشيين عليه. ما ينفعش ان انا اجي لاي ولد او لاي شاب واقول له ما تسافرش بالطريقه دي، بلاش الهجره غير الشرعيه. ايه البديل؟ ممكن اقول له تعالى بقى البديل في الداخل، اللي هو ده البدائل الايجابيه الامنه المحور الثاني. البديل في الداخل، او البديل اللي انا اقول لك سافر بطريقه امنه. طيب كويس قوي، انا هبدا اوعيه. عارف ساعتها لما عملنا اول تقرير عن الهجره دي، عن الظاهره دي في 2010 تمام، عارف الناس كانوا بيقولوا ايه؟ الاولاد كانوا بيقولوا ايه اللي صورنا معاهم؟ تمام. رحنا صورنا في دمياط وفي الاماكن اللي كان بيطلع منها بالزبط. كميه كبيره تمام. قال لك ما انا كده ميت وكده ميت. ده المصطلح الدارج يا فندم، انا كده ميت كده ميت صح كده؟ ده العرف بتاعنا. يبقى احنا كده على ارضيه واحده بالظبط. لا تمام صح تمام. المحور الثالث بقى يخدم عليهم كلهم. طيب ايه رايك ان انت تبقى رائد اعمال؟ تبقى صاحب مشروع في بلدك. يبقى انا دلوقتي وعيته شريك التنميه، وعيته اديته البديل الايجابي سواء في الداخل او في الخارج، ورحت مديله مفتاح الثالث. طب ما تبقى انت صاحب عمل. طب وانت تقدر كوزاره هجره ان انت توجد له المشروع ده؟ ده المجهود بقى اللي احنا بنشتغل في المكونات دي كفريق، كلنا الوزاره كلنا برعايه معالي الوزيره. معالي الوزيره تبدا هي بقى تتواصل مع كافه الجهات المعنيه، مثلا وزاره التضامن، جهاز التضامن، جهاز المشروعات، وفر لي بسرعه فرص عام، فرص لمشاريع صغيره، قروض ميسره مبسطة للشباب اللي بتاخد التوعية. وزارة التخطيط، ان انتوا يعني او انت تحديدا، اسمح لي اقول لك فضل. ان انت تسببت في انه اموال كتيرة تيجي لمصر كقروض وكمنح، لانك اشتغلت على الملف ده لغاية لما طلعت معالي الوزيرة بالفم المليان قالت مصر خالية من الهجرة غير الشرعية. بالظبط. احنا كان عندنا في 2010 مثلا، كان قمة الموجة كانت في 2010 2011 تقريبا كانت في قمتها. كان عندنا قد ايه نقدر في حصر؟ لا بص، صعب الحصر، لان مشكلة الهجرة غير الشرعية ان اللي بيتوفى او اللي بيسافر دي هجرة سرية بتمشي، ده فقد وفقد قليل قوي اللي بيتلقى جثته. طب عشان نتكلم يعني، وقليل قوي اللي بينجو ويوصل. يعني احنا كافه الدراسات بنلاقي ان 3% ممكن يوصل. 3%؟ تخيل 3% يوصل، ومركب بيبقى فيها الاف. انت عارف انه اللقاء اللي اتشرفت بان انا كلمتهم فيه في اوروبا تمام. قلت لهم ايه؟ قلت لهم انتوا ربنا بيحبكم انه نجاكم. بالظبط، دي اول حاجه بالزبط. يعني دي اول واهم. 3% دي نسبة بس، تخيل ان هم عايشين. يعني اكيد حضرتك لمست العيشة بتاعتهم طبعًا. كم الذل والمهانة طبعًا. وخلي بالك اشتغلوا اسود وبيشتغلوا بالليل وبينظفوا المحلات وبقوا عبء وعمالة رخيصة للأسف، ومفيش لها اي ضمانات. صاحب المطعم اللي بيتفقس بيتعمل له قضية بيدفع فيها رقم رهيب. يعني يفضل يعض في الارض طول حياته. عايز اقول لحضرتك ان كل الشغل ده هوت، تعالى بقى قيسه من منظور تاني. وللاسف اللي يعني في مثل يقول اللي ما بيشوفش من غربالي. شفت الدوله من اول القائد
لحد كل العناصر الدولة خايفة قد إيه على كرامة المواطن طبعا من أول هنا لحد ما بيوصل كمان عشان ما يروحش يتبهدل عشان هناك. ما يتبهدل يعني أهو أنا ممكن مش في كذا توجه وفي الآخر هتلاقيهم كلهم باتجاه واحد الحفاظ على المواطن وكرامته وحياته ما هي دي توجهات طب ما تقلكش في مرة وانت شغال في الملف ده قبل المبادرة ما تقلكش في مرة يا عم واحنا لاقيين ناكل لما حنلمع الناس تجيلنا ما تسيبهم يمشوا يمكن ربنا يكرمهم مثلا وبيتقال انا كده ميت وكده ميت بس لما بيبدأ يسمع ويبدأ يشوف ايه هي الدولة بتعمل ايه ومين اللي حينمي المشاريع بتاع بلدك ما هو المشاريع القومية دي كلها مين اللي حيبنيها ما احنا وشبابنا طب كلمنا عن المحور الاول بقى عملتوا ايه في التثقيف قبل وبعد اطلاق المبادره محور التوعيه بينقسم لقسمين القسم الاولاني ان انا لقيت ان انا محتاج في كل محافظه ما ينفعش ان انا اجيب مثلا حد قاهري يتكلم مع حد من اهل البحيره او الصعيد لازم اجيب من اهلهم تمام فابتدينا ان احنا نعد كوادر حلو قوي الكوادر دي منين من الجهات ذات المنابر يعني شيخ كادر القس يقدر يوعز والناس له رهبته ويسمع الناس تسمع له الممثلين الأخصائيين الاجتماعيين ممثلين وزارة التضامن شباب الرياضة قصور الثقافة يعني حلو بدأنا أيوة ما احنا بدأنا نشغل الوزارات مع بعض معالي الوزيرة دكتورة نبيلة كان ليها قول مشهور وهي بتعرف بمبادرة مراكب النجاة وقالت احنا بنشهد في عصر الرئيس ربما لأول مرة حكومة بتتعاون وبتتكامل بالظبط نفس الجملة دي صح تشابه كلها تشبيك فلازم يبقى كل فئات المجتمع وكل المنابر دي عندها من الوعي والتثقيف ان هي تقدر تتكلم مع الشباب هل جبتوا مثلا نماذج لناس تعرضت لتجربه هجره غير شرعيه ورجعت تاني مثلا تحكي احنا بعد ما بنجرب الكوادر دي وبنبدا نخليهم يبداوا هم عمليه التوعيه يبداوا يتكلموا مع الشباب عنصر التوعيه ده مكون بيبقى جواه ازاي كمان يتواصل مع الناس او عنصر التثقيف بمعنى اصح ازاي يتواصل مع الشباب بشكل ان هو ما ينفعش ان يبقى فظ معاه لا اشتري منه وخلي الكلام رايح جاي طبعا اعرف كل اللي هو عايزه ايه ايه هي مشاكله صح. لازم نعرف علشان خاطر المشاكل دي هي اللي بناخدها بنرفع بيها التقرير والله ان قلة الخدمات مثلا الموجودة في القرية صح. عنصر اساسي صح. وده زي لو حضرتك لاحظت ان في الزيارات الثلاث محافظات اللي معالي الوزيرة حضرتهم راحت القرى الاكثر احتياجا ما راحتش قرى منتجة راحت الفيوم الفيوم والبحيرة والغربية الكرة الاكثر اكتر اكتر في كرة جواهم خارج منها كان خارج منها هجرة غير شرعية وفي محافظات في الصعيد احنا ان شاء الله خلال ما احنا خلال الشهر دوت احنا رايحين المنيا المنيا دي يعني محافظة يعني منكوبة يعني وعسيوط بقلة خدماتها وقلة الاستثمارات اللي فيها وشبابها مش عارف يعمل ايه ده بقى هينقلنا للشق الثالث من من المبادرة في مكون الارتقاء المجتمعي ان احنا لما بنروح ومعالي الوزيرة بتروح معاها كافة الجهات طيب شايفين القرية محتاجة ايه محتاجة خدمات كذا يبقى نهتم بالبنية التحتية نهتم نشوف نطور القرية دي ازاي كله بيشتغل لازم طيب نكمل حدوتة التثقيف يعني احنا بنعمل كوادر بالظبط ونثقفها بموضوع الهجرة غير الشرعية ونتائجه وأسبابه كيفية التواصل مع الشباب ونثقفها كمان بكيفية التعامل مهارات التواصل مع الشاب ده تمام صح؟ طيب ايه تاني بعد كده بقى نعمل ندوات بقى نبدا عمليات التوعيه تمام بس في نقطه وده توجيه وتكليف من معالي الوزيره ما نعملش توعيه غير لما نكون مجهزين للشباب البديل تمام يعني ما ينفعش ان انا انزل النهارده في قريه واقول بلاش تهاجر طب انت جاي تتكلم وبس لا انا معايا بديل طب في تدريب حرفي تعالى فعلا ايوه يعني كل ما بتروح مكان لازم يبقى عندك توعيه مرتبط بتدريب حرفي ورياده اعمال ياه بتبقى بالتعاون مع وزاره التخطيط مأمن ده يعني بالظبط يا فندم وزاره التخطيط كمان وزاره التخطيط والتنميه هايل فبننزل بيبقى في شغالين في المكونين جزء يومين او ثلاثه توعيه للمجموعه دي للشباب دول وبعد كده يخشوا تدريب حرفي حلو قوي يعني احنا اشتغلنا اتفاق على تدريب حرفي ولا التدريب بيتعمل يا فندم بيتدرب يا فندم في نفس الرحله دي بالظبط الزياره دي يا فندم بيتدرب احنا دربنا في سنه 19 احنا دربنا 2000 شاب
في 7 محافظات، واحنا هنبدا ان شاء الله خلال الشهر دوت، لان للاسف احنا توقفنا بسبب ازمه كورونا فتوقفنا عن العمل، بس اشتغلنا اونلاين شويه توعيه او تثقيف بمعنى ادق لميسرات، وهنشتغل توعيه لشباب، وبرضه هيبقى في تدريب حرفي ل 900 شاب. طب يعني دلوقتي نقدر نقول التوعيه اللي اتعملت في هذا الملف من خلال حضرتك تقريبا كام شاب حضرها؟ ولاد بس اللي بيحضروا على اعتبار كل معظم عفوا احنا بنشتغل على كل الفئات، بنشتغل شباب، بنشتغل اطفال، بنشتغل اسر وامهات وقصر، خلي بالك من القصر، لان طبعا عارف حضرتك هجره القصر برضو شغل شاغل لينا بالظبط، كارثه بتخش بقى في تجاره البشر بقى وتجاره الجنس، فبنشتغل مع كرسة. كل الفئات دي متنوع بقى على حسب المحافظات، نبدا بنبقى محددين احنا التارجت بتاعنا هنشتغل في السنه الماليه ديت لعدد كذا شاب، مع طبعا وفقا للسيوله المتاحه من موازنه الدوله، لان احنا ما بنشتغلش توعيه بس، بنشتغل يعني توعيه وتدريب مهني، وتدريب المهني بيحتاج. ما قلتليش كده لغايه دلوقتي كده احنا دربنا او بلاش دربنا، وعينا قد ايه؟ عدد قد ايه؟ احنا بقى سجلات موثقه بقى في الوزاره ان احنا اشتغلنا على العدد ده بالظبط. يعني احنا بالنسبه لاجمالي اللي احنا ثقفناهم تثقيف الكوادر عملنا 574 كادر من من رجال الاوقاف والناس المخاطبه ماشي. المخاطبه احنا وصلنا لاكثر من حوالي 30,000 دلوقتي. يا ده رقم حلو قوي، يعني ده التوتال كده هو ده، غير في حملات تانية بتبقى لأعداد كبيرة، لأن في حملات زي احنا الجامعة مثلا، لا الجامعة دي أعداد كوادر، خلي بالك الجامعة دي كوادر لوحدها، صح مش هيهاجر ويسيب، لا لأن الشباب الجامعة ده شاب ناضج يقدر ان هو يبقى هو لسان هو كمان للدولة ويتكلم معاه. طيب عشان برضو الوقت ما ياخدناش هنشوف تقرير عن نورت بلدك اللي هي قلنا فيها للشباب اللي رجع بسبب كورونا، اهلا وسهلا احنا ليك شغل عندنا. تعالوا نشوف تقرير ونكمل كلامنا الجميل مع استاذ وائل. عبء كبير لطالما كانت تخشاه الدولة المصرية على مدار عشرات السنوات، وهو عودة أبنائها العاملين في الخارج لأي أسباب قهرية أو حروب في منطقة ملتهبة. وتحقق ما تخشاه الدولة، ولكن بفعل تداعيات فيروس كورونا عالميا، والذي قضى على قطاعات كبيرة في العالم وأثر اقتصاديا على مستوى الدول والشركات والأفراد. لكن هذه المرة كانت الحكومة المصرية مستعدة لهذا الاختبار الصعب بخطة لاحتواء العائدين من الخارج ودمجهم في خطط التنمية الطموحة للدولة، حيث كانت قد أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عن طرح استمارة نورت بلدك على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، وذلك بهدف دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج، خاصة الفئة المتضررة من إنهاء العقود بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط، حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة. وتهدف هذه الاستمارة إلى معرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته ومحافظته لتوظيف تلك البيانات، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوى البشرية والعمالة المصرية وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن. حضراتكم معانا مرة تانية، نرجع نكمل كلامنا. 250 مليون جنيه في ميزانية الدولة 2021 لتثقيف واشتراك في التنمية وتقديم بدائل لسبعين قرية إن شاء الله. ده المخطط إن شاء الله بإذن. إحنا أنجزنا قد إيه من الموضوع ده؟
لا احنا كل اللي اشتغلناه لحد دلوقتي في 3 محافظات بحوالي 24 قرية. حلو قوي. بس لا يعني ده لسه ده جزء من كل احنا داخلين على 30% من ان شاء الله. يعني احنا شغالين برضو. خلي بال حضرتك ان هي اللي عطلنا الفتره اللي فاتت دي بس موضوع كورونا، لان انتوا شغلكم بيعتمد على لقاءات جماهيريه يعني. تفاعل مع الجماهير ونزول وبننزل، فكل ده كان في تعليق بسبب دوله رئيس مجلس الوزراء كان علق كل الانشطه. وطبعا مع البدء التدريجي احنا بدانا بالفعل التخطيط دلوقتي والتجهيز لان احنا نبدا ننزل المحافظات، فان شاء الله خير. طيب هل حضرتك يعني كنت بتقول لي على قد ما تسمح السيوله في الميزانيه بالظبط؟ طيب هل في تفكير او شراكات مع جمعيات مجتمع مدني بالزبط. مع جهات اجنبيه؟ احنا بنشتغل زي ما قلت لحضرتك، لا احنا بنشتغل الاول في الاطار المؤسسي وبالتالي كل جهود الدوله، ومن ضمن الدوله عناصر او جمعيات وهيئات المجتمع المدني. وده برضو بينزلوا معانا في خلال الفعاليات بتاعه المبادره. حلو. بحيث ان هم يقدروا يقدموا قروض كبدايه اعمال وقروض ميسره، ده بالتنسيق مع وزاره التضامن في هذا الشان. حاجه الثانيه برضو اللي احنا بنتكلم المصريين في الخارج، ودي معالي الوزيره دايما بتركز ان انتم شركاء في التنميه وبالتالي شركاء معانا في ان احنا ننقذ الولاد والشباب من اي ان هم يفكروا فكره الهجره غير الشرعيه. ومن ناحيه ثانيه خلينا نخش بقى بمدخل ثاني، ان هم شركاء معانا في نورت بلدك بحيث ان هم يساهموا برضو في فرص التنميه. في حاجه ثانيه مهمه جدا برضو، معرفش حضرتك اكيد عرفت عنها، المركز المصري الالماني. المركز المصري الالماني ده تم بناء على تنسيق مع الحكومه الالمانيه وصدق السيد رئيس الجمهوريه عليه على انشائه، وابتدينا فعلا تنفيذ المركز المصري الالماني. المركز المصري الالماني ده بيهدف الى اولا التدريب والتوعيه، خلينا نتكلم على التدريب بكل مجتمعاته، التدريب المهني والحرفي والكلام ده كله، والتدريب على ان هو ازاي يسافر او ان هو يتأهل قبل المغادره، والتدريب مكون التوعيه من مخاطر الهجره غير الشرعيه والكلام ده كله، وحاجه ثانيه اعاده الادمان، اعاده ان هم يندمجوا الاندماج بالظبط. كويس. اعاده الاندماج او هو بمسمى اعاده الادماج وفقا للمنظور ادماج عشان بس تتسمع الادمان ولا الادماج تمام الدمج يعني الدمج اعاده الدمج دوت ليها منظورين. منظور اعاده الدمج بالنسبه للمصري العائد ان هو ما يبقاش منعزل عن المجتمع عن بلده، مجتمع رفضه او هو داخل بافكار مختلفه، او ان هو اعاده ادماجه لما يوصل هناك ما يبقاش برضه منعزل عن المجتمع، ما هو واخد التدريب والتاهيل. المركز المصري الالماني ده يعني افرز بعض فرص العمل لسه هناك لسه هو لسه يا دوبك يعني هو ان شاء الله هو تم خلاص اطلاقه وهيبدا يفتتح في الايام الجايه وباذن الله يبدا فعالياته في التدريب والانشطه بتاعته. طيب ده جزء بقى من المحور الثالث مثلا نقدر نقول كده بالظبط. ده ممكن لا هو ده محور لوحده ومكون لوحده، ولكن بيساهم كل المحاور دي بتساهم في ايه؟ في خطة التنمية الشاملة في مصر. طيب المحور التاني بتهيألي مش هنتكلم فيه كتير، احنا بنقول له هحاول اوفر لك يفكر بطريقة نعرفه البديل الايجابي الامن، ان في مثلا فرص عمل بتطلق على موقع مثلا وزارة العمل مثلا بالزبط. مش كده؟ وخلي بال حضرتك المحور ده برضو مهم لسبب، لان انا بعرفه ازاي يتعامل مع السفارات في الخارج. يعني ازاي معظم الشباب في القرى ما بيعرفوش ازاي يتواصل مع السفاره بتاعت البلد اللي هو عايز يروحها يعني. انما لما يعرف ازاي يتعامل ازاي ياخد موعد. حكايه ما بيعرفوش يتواصلوا دي بيستغلها بعض من السماسره بالظبط، اللي هو يبقى الوحيد اللي قدامه. انا اللي عارف كل حاجه بالظبط، انا حامله لك وهجيب لك الفرصه وهجيب لك فرصه العمل ياخد منه فلوس قد كده وبيخلص. فبنعرفه لا ده التعامل مع السفارات ده سهل جدا، وازاي تتعامل وازاي تبقى الابتسامه وان انت تتكلم. ما هو دي برضو الحاجات دي طبعا بتساهم في ان هو يتسهل طبعا. ان هو ازاي تبحث عن فرصه عمل في الخارج، اتعلم لغه البلد، انا عايز اروح البلد دي ابدا. طب اتعلم اللغه صحيح، وبعد ما اتعلم اللغه وانا قاعد احنا لدرجه ان احنا بنوعي الشباب نقول له شوف وانت قاعد في بيتكم كده اهوت وماسك الموبايل بتمسك الموبايل تقلب على الفيسبوك سهل قوي، ما انت خلاص عرفت لغه البلد دي. انا هشوف فرص العمل في البلد صح. لقيت فرصه، طب هتاكد من الفرصه دي صحيح. طب هبدا اتواصل، ما خلاص وانا قاعد لحد دلوقتي ما اتكلفتش جنيه ان انا اخرج بره البلد صحيح. مثلهم من الشباب اللي في نفس السن بس متعلم وخريجي مدارس اجنبيه بيعرف يجيب منح من الجامعات اللي بره، واحنا الاهل قاعدين بنتفرج
بيجيب سكولرشيبس وبيجيب منحه وبيتفاجئوا انه هيتعلم سنه سنتين اربعه خمسه عشان عنده مواهب معينه او عشان عنده درجات معينه في ماده او في تخصص وبيسافر وبيتعلم. فما بالك بقى بشاب عنده حرفه، بيبقى كل الدول في اوروبا محتاجه الحرفه دي. طبعا طبعا، يعني الصنايعي المصري شاطر طبعا وكفاءه قوي منضبط الحقيقه، وبيسد لما بيبقى شغال وعارف ان انا ده مصدر رزقي وهو اكل عيشي تلاقيه منضبط. صحيح. فما تستغل ان انت اتعلم مع الحاجات دي وابدا بقى. الحياه الجاليه المصريه في اي بلد جاليه محترمه ومنضبطه وبتسمع قوانين البلد وبتحترم الحقوق بتحترم دوت يعني. طيب اخيرا كده نتكلم شويه عن مراكب النجاه، يعني عفوا عن نورت بلدك، يعني هل استطاعت الدوله فعلا انها تقدم فرص عمل لهذا العدد؟ نورت بلدك مبادره اطلقتها الوزاره برعايه كريمه من السيد رئيس الجمهوريه. والمبادرة دي هدفها ان طبعا زي ما حضرتك شفت في التقرير ان في شباب كتير وفئات كتيرة من العمالة المصرية اتضررت بسبب العودة الاضطرارية لجائحة كورونا. هو بمجرد ما بيملأ الابليكيشن وفي تنسيق ما بين معالي الوزيرة ووزارات كتيرة، ده اونلاين برضو بيعملوا اونلاين على موقع الوزارة، على موقع الوزارة بيملأ الابليكيشن وبيتم فرز النماذج دي اول باول، وبعد كده في تنسيق على طول على فكره مستمر مع معالي الوزيره ومع الوزارات وكافه الجهات ومع وزاره التنميه المحليه. ايه الفرص المتاحه في كل محافظه؟ ايه فرص العمل؟ حلو قوي. ازاي نستفيد ان احنا ممكن نعمل لهم طبق؟ محتاجين تدريب، ايه اللي ندربهم في ايه؟ بحيث ان نبدا ناهلهم تاني لسوق العمل في مصر. صحيح. ونبدا نستفاد من خبرات، ما هم اكيد برضو خدوا خبرات. طبعا. طبعا ما هم كانوا معتمدين عليهم في حضاره الدول الثانيه. بالظبط. نورتنا يا استاذ وائل. شكرا شكرا، ده شرف كبير ليا. ربنا يخليك، حضرتك شرفتنا ونورتنا. ميرسي يا فندم. والحقيقه يعني ارسل تحياتنا لمعالي الوزيره لانها قلنا لها ده في المداخلات الهاتفيه ان هي فعلا يعني افكار جديده علينا، يعني افكار جديده على انه انا مسؤول عن اللي بيهاجر ولا المصري في الغرب. لا، ده حد مثلا شفناها مثلا ورحنا صورنا لما كانت مع وزير التموين ووزير الشباب والرياضه بيفتتحوا المجمع اللي هو كان على ارض مركز شباب تبع الشباب والرياضه، ووزاره التموين كانت عامله فيه مجالات تدريب ومحلات وبتاع. الحقيقه يعني افكار خارج الصندوق يعني. الحمد لله. جزيل الشكر الأستاذ وائل فراج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة. بشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في مساء الخير.